نعم، هذا إذا كان عنده ماء طهور أخذ مثلا من البئر، وعنده ماء طاهر لا يرفع الحدث، جمعه من القطرات التي من أعضائه واشتبه عليه، فلا يستطيع التمييز بينهما، ماذا يعمل؟ عنده ماء استخرج من البئر، وعنده ماء توضأ في جمع القطرات من جمع هذا في إناء وهذا في إناء واشتبه عليه ولا يدري أيهما، هذا لا يجزي الطهارة، الذي استخرج من البئر هل طهور يتوضأ به، والذي جمع القطرات هل طاهر لا يتوضأ به، لكن اشتبه ماذا يعمل؟ ها؟ قال المؤلف ويبني الشاك على اليقين ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، هذا بل يتيمم، هذا اشتباه الطهور بالنجس، إذا اشتبه إذا كان عنده ماء طهور مثلا أخذه من البئر وعنده ماء طاهر لا يرفع الحدث جمع من قطرات واشتبه عليه فلا يستمز بينهما، وليس عنده دلو يستخرج به من البئر وكان ما معه قليلا لا يكفي، فماذا يفعل؟ هو شيخنا الأول اشتباه الطهور بالنجس. نعم هذا اشتباه الطهور، هذا نعم مسألتنا الآن اشتباه الطهور بالنجس، هذا نعم إذا اشتبه الطهور بالنجس أيه. إذا اشتبه الطهور بالنجس ماذا يعمل؟ إذا اشتبه الطهور بطاهر ما في إشكال، هذا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة كما قال المؤلف اشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل منهما، يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني اشتباه طهور ماء أخذه من البئر وماء جمعه من القطرات ماذا يعمل؟ يغسل وجهه من هذا مرة ويغسل وجهه من الثاني مرة ويغسل يده مرة من هذا ويغسل يده الثاني من هذا، على قول الجمهور، وقول الثاني أنه يتوضأ من أي واحد وكلاهما طهور، قول لا يعني محقق، لكن على القول الذي ذهب المؤلف يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يتيقن أنه توضأ بالطهور.